هل هناك فضيلة الشيخ دلالة في طلب الله تعالى من موسى عليه السلام أن يخلعنا عليه؟ بحث كثير من المفسرين في هذه المسألة من المتقدمين ومن المتأخرين. أما المتقدمون فإن كلامهم يدور حول الحالة القدسية التي يراد لموسى عليه السلام أن يدخل فيها، وأن ذلك يناسبه التذلل والخضوع والتهيؤ لتلك الإشراقات النورانية بتلقي وحي الله تبارك وتعالى. يعني ما يذكرونه يدور حول هذه المعاني. أما بعض العلماء المعاصرين فإنهم يتحدثون عما يتعلق بالتخلص من الطاقات السلبية والتهيؤ لتلقي وحي الله تبارك وتعالى، لتمتلئ نفسه إشراقا وطاقة. المعنى متقارب مع استخدام ألفاظ معاصرة، والحكمة يعني قد تبدو مفهومة، لكن السياق يحتمل مزيدا من البحث، والله تعالى أعلم. ورد في آية أخرى أن هذه الأوامر نزلت على موسى عليه السلام عند الشجرة المباركة، هل حددها العلماء؟ أما على سبيل القطع فلا، ولكنهم يذكرون لها موقعا وأوصافا، والله أعلم بالحقيقة.